زايد لو 26 كانوا غيتوزع غيطبعوا. من بعد دازوا الشركه قالوا لك شحال، قلت لها انا حال جيت البارح ما تسنيت ما كاينش، حتى جيت دابا ما كاين والو، وغنسد كنسد مع اربعه ونسيت بحالاتي. ترينا راك عارف شنو باش كنعيشوا حنا بالجزائر، مجلات وداك الشيء اللي عندنا، هذا الشيء اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجه اخرى. يوم اللي زدت راه والو، ازمه والو، ما عندك حتى شي حاجه. الاخوان اللي فاميلا وداك الشيء اللي كيعاونوك، هذا الشيء باش اش كتبيع باش غتدخل المصروف؟ والو، هاد الجرائد ما كاينينش، راه ما كاين والو. الجرائد ما كاينش البيع، واخا يكونوا الجرائد ما كاينش البيع، هما عارفينها. انسان عارف ما كاينش الشاري، الشاري باقي انسان في الحجر الصحي، كاينين اساتذه ما كيقريوش، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كادوك الناس اللي كيشروا الجرائد ما ساد. كاين اللي كيقري الاساتذه هما اللي كاين المدرسه، ولا الناس اللي موظفين ديال البنكات، كاينين الشركات ما بغاوش، قالوا لك فيه يقدر خايفين. ايه وصيفطنا نيت لهذيك هذيك كوفيد 19 وداك الشيء، وما صيفطوا لنا والو، صيفطنا لهم الشكايه ما كاين والو، حتى حاجه. شحال من الناس ما كاينين، شي وحدين مال الجرايد اللي توصلوا، كاين شي واحد اللي ما توصلوش. وخص الناس يعاونوا بحال هاد الناس، ماشي ينساوهم، راه هما كينشروا واحد الثقافة. حنا ما كنبيعوا لا شي حاجة ممنوعة ولا والو، كنبيعوا غير الثقافة باش يتقف المواطن، وحنا لاصقين فيها، فهمتي؟ هاد الشيء اللي كاين خصهم الناس يشوفوا حتى حنا من جهتنا. نقول لك ودي هاد الناس راه ما كاين، هادي شي بنادم يخليك هكاك، لا خصني ندعم غير اللي في الحمام ولا اللي في اسمي، حتى هذا الإنسان راه حتى هو خصو يدعم. والشركات اللي كنوزعوا لهم حنا اللي كنبيعوا لهم خصهم يعاونونا، علاش ما عاونونا؟ شنو ما كاينش، خصك تجي سميتو انت كاري محل وتجي تبيع لي جرائد وتعطيه فلوس، وانت ما النهار فاش جات فيك كيبقى مخلينك هكاك. المهم حنا نهار وقع هذا المشكل، راه حنا يعني نهار حبسوا الصحف 23 في الشهر الى يومنا هذا. المهم حتى البارحه سمعنا على حساب الاذاعه، اما الشركه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ما كانش عندنا معهم اي اتصال. يلا سمعنا قال لك بان نهار الثلاث ما بين الثلاث ولا الاربعة غادي يكون التوزيع، وغادي يكون حد الساعه ما شفنا والو. الماديه تاعتيرام واش بنادم ما عنده لا سي ان اس اس لا حتى حاجه ما كاينه، يعني خدامين فولونتي ما كاين حتى شي حاجه، ما حاولوش هما كاع يتعاونوا معنا كاع في هذه الامور ولا يرشدونا لها. ماشي الدعم بالنسبه لي انا عندي الرميد، ماشي وانا غير كنساعدهم لان ما عندي تعلقه معهم، جاتني شي بار. اما بالنسبه للموالي المحل لحد الساعه ما توصلوا حتى شي حاجه. هذوك المسؤولين تاع الشركه حتى واحد فيهم مازال عندنا باش يقول لنا شنو واقع. لا ربعه ديال الشركه يعني حتى واحد ما لقينا منه حتى شي رد ولا شي، هذا هو اللي كاين يعني بصراحه. ما نقدروش نقولوا شي حاجه اللي ما حنا يلا سمعنا والباع في الاذاعه على حساب قال وزير الثقافه الى اخره، بان غادي النشر غادي يبدا وغادي يبدا طبع الصحف، ولكن شي حاجه ما شفناها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.